السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم حتى أرجيكم شلون تساوي فرن بيتزا ممتاز جدا وظريف ورخيص بطريقة بسيطة جدا على نزولا على رغبة بعض المشاهدين. Welcome back to Omaric Makes and Bakes. I'm going to show you how to make the easiest and quickest pizza oven. That the temperature goes in it to about 700-800 Fahrenheit, and you can make your pizza in 3 minutes. بهالفرن هذا بتعملوا البيتزا بثلاث دقائق تقريبا. الحرارة بتطلع فيه لحوالي 700-800 فرنهايت. فشو بتكون؟ قول بسم الله وصلي على النبي. بدنا صينية فرن. هاي صينية فرن عنا اياها، شايفين شلون بدنا اياها هاي. We need an oven safe kind of pan that you don't need it inside, so you could take it outside and make your pizza oven. بدنا حجر البيتزا. هذا حجر بيتزا بيجي من السوق تشتروه. بيتزا oven. بيتزا stone we need. Whether it's triangle, whether it's a rectangle, circle, whatever you want. Whatever you can have. And convenient and good to fit in this kind of your own grill. شو بدكم كمان؟ بدكم هدول الحجار. هدول الحجار احنا جبناه هون عن منارد، ارخص شي لقيتهم. I went to Menard and found this firestone. هدول حجار البيتزا وحجار النار باللولون بيتحملوا حرارة حوالي 1500 فرنهايت، يعني they stand heat up to 1500 فرنهايت. ف each six of them they come in a box. كل ستة بيجوا بصندوق. This is what the box looks like. Fire brick. هذا حجار النار باللولون او البريكس تبع النار. 9 inches by 4.5 inches by 1.25 inch. هاي التسعة بأربعة ونص بواحد وربع inches. هدول الحجام تبع الحجرة. بدك تحسبي القياسات تبع الجريل تبعكم، فأنا حسبتهم وفصلت على حسابهم. You need to measure and calculate and figure out the best sizes. So I did my calculation and this is the pizza stone. هاي البيتزا زون بنحط أول شيء، بعدين بنحط حواليه البريكس، بنحط حواليه الحجار. We will put stones around it this way. بنحطهم هيك والجنب الثاني كمان. من وراء from the back. بنحط حواليه هون شوية حجار من الجنب هون عشان نسندهم. We put here some stones also on the side to support them. بنحط حجارة حواليه هون وهون كمان نسندهم. Put the tray on the top. نحط الصينية فوقهم. بعدين نحط الحجار عليهم على الصينية. We put more stones on the top of the tray. To keep inside warm. حتى نخلي جواني كله سخن.
خلاص هي that's it it's done you close that's it perfect that's the easiest way to make your own pizza oven outdoor and you will enjoy it and you will make pizza every day هاي أسهل طريقة لنعمل فرن شايفين شلون وكتير سهل وبتدعونا عليه لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء واللي عنده سؤال يبعثني على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you for watching and watch more videos soon I'll make pizza and I'll show you how to make the dough and then how to make the pizza outdoor and what equipments you need حارجيكم كمان شلون نساعد بيتزا بهذا الفرن وشو الأدوات والشغلات بدنا إياها